نعمل كفريق واحد وننجز العمل كفريق واحد ونحط هدف من خلاله نحقق الشيء المرجو له. يمكن الخدمات دائما في مدينة دبي هي إدارة خدمية، ودائما في كل حياتنا اليومية لازم فيها بلدية دبي. إذا تكلمنا على الصرف الصحي، تكلمنا على الحدائق، تكلمنا على الأغذية، تكلمنا على النفايات، فبلدية دبي هي من الخدمات الأساسية تعكس تجارة ورقابة الأغذية في إمارة دبي، والتي تعتبر واحدة من أهم الخدمات. هذا دليل أن احنا إن شاء الله نتمنى أن نفوز بهذه الجائزة لما لها قيمة معنوية وقيمة قوية في الإمارة.